إلى أين؟ إلى خيامنا، هيا بنا. سألحق بك بعد أن أتم شراء صفقة. رافقتك السلامة. صنع الآلهة والفتنة الطاغية، إنني لم أكن أعرف أن مستوى الجمال قد ارتفع في سوق عكاظ إلى هذا الحد، وأنا لم أكن أعرف أن مستوى الأخلاق قد انحط في سوق عكاظ إلى هذه الدرجة. ما أحلى غضبك! إذن خذ! ما أحلى ضربك! اضربيني أنا الآخر! وأنا أيضا! جمالك أفقدنا الصواب! ابتعدوا ابتعدوا! أيها الفارس، لم أفعل شيئا أستحق عليه الشكر، ولكنك أنقذتني من هؤلاء الذئاب. يا للآلهة، إنه لسحر. سحر؟ أي سحر؟ لم أرى في حياتي مثل هذا الجمال، وأنا أيضا لم أسمع مثل هذا المديح. شكرا لك وداعا. مهلا، تنصرفين دون أن أعرف من أنت وما اسمك؟ وبعد ذلك تحددي لي موعدا آخر للقائك. لأي سبب؟
لننعم معا بلحظات نقتطفها من العمر. أنقذتني وتريد الثمن، دعني وشأني. عجبا، أنت أول فتاة تتمنى علي. لأنك لم ترى بعد كل النساء. خطوان، أليست هذه ابنتك؟ لقد يئست من هذه الملعونة، يجب أن أقوم بوعدها لأستريح منها. لا تجعل الغضب يتملكك، فإنها لا تدرك شيئا. لقد ضربتها أكثر من مرة لأجل هذا الرقص دون فائدة، يجب أن أتخلص من عارها. أبي أبي، اذهب يا عكرمة إلى السامر وسألحق بك هناك. يا أعظم من في الوجود، يا إله هوازن، جلالك في القلب ساكن. اكتب لقلبي الهناء ولعيني الضياء، واسمع النداء واستجب الدعاء. لما تحفر هذه الحفرة يا أبي؟ لألعب فيها؟ نعم، وإلى الأمد. شكرا يا أبي. رجال القبائل. هذا ظلم، هذه وحشية. أليس لهذا الرجل أم هي سبب وجوده؟ أليست له زوجة أنجبت له أولاده؟ هوني عليك يا ابنتي. من لنا بمخلص يحفظ للمرأة حقها في الحياة ويحميها صغيرة وكبيرة. خالد، خالد ابن الولد، لماذا تأخرت؟ السامر بدونك لا يساوي شيء. خالد، من السيدة التي شغلتك عن الحضور مبكرا؟ دعونا من كل هذا، وإلي بالخمر أطفئ بها ظمأي. يا ساقي، اشتقت إليك. حقا؟ ولن أتركك الليلة. الليلة وغدا إذا أردت. لقد وصل صفوان. صفوان، أين كنت؟ هل انتهيت من وأد ابنتك؟ نعم، تخلصت من عارها. الخمر الفاخر المعطر. إنما أحتاج اقتراضه منك يا سيد الوليد هو 5000 درهم. ومتى تردها؟ في العام القادم. تأخذ 5000 وتردها 8000، فإذا لم تسدد بعد عام تصبح 16000. هذا كثير. نقودي معي ولك أن تقترض من غيري. إذن لا مفر من القبول. وهذا هو المبلغ. شكرا لك.
يجب يا ولدي مساعدة المحتاج وإقراضه، فلا تبخلا على أحد. أبي، أسمعتم الخبر؟ أي خبر يا ولدي؟ محمد وعمه العباس كان في السوق، وكان محمد يدعو الناس إلى دينه الجديد. ألم يكفيه نشر دعوته في مكة حتى جاء لنشرها هنا في سوق عكاظ؟ أبي، لابد من حل حاسم يوقفه عند حده. هون عليك يا بني، فإننا بمجرد رجوعنا إلى مكة سنجتمع ونقرر أمرا في محمد وصحبه. إن محمدا لم تفلح معه المفاوضة، لأنه عنيد، لأنه لا يريد الرجوع عن رأيه. لقد عرضنا عليه المال وعرضنا عليه الجاه، فأبى إلا الاستمرار في الدعوة إلى دينه الجديد. إذن فلنواصل يا أبا لهب تعذيبه. وماذا أفاد إيذاؤكم لمحمد؟ وماذا أدت مقاطعتكم له ولقومه؟ لقد كادوا يموتون جوعا يا بني. إن الحل الحاسم لمحمد هو هذا السيف، ولن يبدي نفعا ما تقومون به من صغائر. لست من رأيك يا خالد، يجب أن نواصل تعذيبه. وإن لم يرتعد يكون لنا معه شعر آخر حتى يعود إلى رشاده. هذا عين الصواب. أكثروا من الشوك حتى إذا خرج محمد أدمى الشوك قدميه. وأنتم كونوا على استعداد لتقذفوا محمدا بالحجارة إذا خرج من داره. سنغرقه في دمي. هل جهزتن أنفسكن؟ اطمئن، سترى محمدا ملطخا بهذه القذورات. هيا أسرعوا. اطمئن، إنه لا يخرج قبل طلوع الفجر. باب محمد يفتح، هيا استعدوا. يا محمد، يا محمد، لا تحزن لما أصابك. قم انهض. فإن المولى الذي كرمك لا ينسى نبيه الذي اصطفاه. لقد أراد لك أن يسرى بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، لأنك أصبحت بمنزلة لم يرق إليها أحد في العالمين، وستصعد إلى الملكوت الأعلى لتقف بين يدي الله لتغمرك أنوار جلاله. يا لمحمد وصحبه، أما يكفيهم ما لحق بهم من إيذاء وتعذيب حتى يخرج محمد على الناس ببدعة الإسراء؟ ومن الذي يصدقه؟ لقد وصف لهم بيت المقدس وصفا دقيقا وهو لم يذهب إليه قط. وليت الأمر انتهى عند وصف محمد لبيت المقدس، بل يزعم أنه شاهد أثناء إسرائه جملا أسمر عليه غرارتان قد شرد من قافلة لنا في الصحراء، فنادى على رجال القافلة ودلهم على مكانه. بل قال أيضا إن هذه القافلة في طريقها إلينا، وزاد في جرأته وحدد أنها ستصل اليوم قبل الغروب. هذا لن يحدث أبدا، فلنذهب إلى ظاهر مكة لنثبت كذب الدعائي. هيا بنا. Thank you.
أثر للقافلة. ألم أقل لكم إن محمدا ساحر كذاب؟ إذا لا داعي لإطالة الانتظار، لننتظر حتى تغيب الشمس وتطوي معها ادعاء محمد. لقد ظهرت القافلة، لقد ظهرت القافلة. هل معكم جمل أسمر عليه غرارتان؟ نعم إنه هناك. أحقا شرد منكم هذا الجمل ليلا؟ كيف عرفتم؟ أتعني أن هذا حدث؟ نعم، والأعجب من ذلك أننا سمعنا صوتا يسري في الفضاء لا نعرف مصدره يدلنا على مكانه. إذن لقد صدق محمد وسيزداد الناس به افتتانا. هذا سحر. نعم إنه سحر يؤثر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اخسأ. أيني الرحمة، إني أموت جوعا وعطشا. عد إلى عقلك واترك دين محمد ولك هذا الطعام والشراب. لن أترك الهدى بعد معرفتي. معاذ الله، إن الإسلام ديني ومحمدا نبيي. إذن فاجعل محمدا يطعمك ويسقيك. عد بالطعام. ننفي محمدا من بلادنا لنستريح منه. ليس هذا برأي، ولو فعلتم ذلك لاستطاع محمد بفصاحته أن يفتن الناس ويحرضهم عليكم ويأتي بهم ليحاربكم. قلت لكم لا علاج له إلا هذا السيف. هذا هو الرأي الصواب. صدقت يا خالد. لا تتحمسوا يا قوم وتنسوا عادة العرب في طلب الثأر. وما رأيك يا شيخ نجد؟ إن لي في محمد رأيا يرضيكم جميعا، وهو أن تختاروا من كل قبيلة شابا قويا، ويجتمع هؤلاء الشباب ويضرب محمدا ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دم محمد بين القبائل كلها، فلا تستطيع أسرته قتال العرب جميعا ويكتفون بقبول الفدية. لا من رأي. أحسنت يا شيخ نجد، أحسنت يا أبا جهل. ولتكن الليلة هي ليلة القضاء على محمد قبل أن يفلت من أيدينا. وها أنا ذا عن قبيلة بني مخزوم بهذا سيفي، وأنا عن بني عبد شمس، أنا عن بني هاشم، أنا عن بني أسد. انهض، إن الله معك وهو ناصرك. لا تبت الليلة على فراشك، فإن أعداء الله وأعداءك قد تآمروا عليك ليقتلوك. فاترك مكة وهاجر إلى المدينة. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا،
والله عزيز حكيم. إنه لقرآن عجبا يصور هجرة الرسول. لقد استقبل محمد استقبالا رائعا. لقد استقرت دعوة محمد في المدينة وأخذت تنتشر. ألم تسمع بالآية القرآنية الكريمة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحرم وأد البنات؟ لم أسمعها بعد، قلها لي بربك. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يفعلون. لن نسلم لمحمد وأصحابه ما صادرناه من أموال حتى يموت جوع. نعم الرأي. هيا بنا. يا ساقي إلينا بالخمر. لا تعلم يا مالك أن قريشا لن تسكت على محمد؟ إنهم يترقبون أخباره لانتهاج أول فرصة للإيقاع به. أجل يا مسيلمة، لولا حزن خالد بن الوليد على موت أبيه لما سكت عن مهاجمته في المدينة. السعادة والهناء. وصف عن سارقة الجواد وفاتنة العباد. من؟ أنت؟ من؟ أنت؟ شكرا لك يا جهار، يا مجمع الأحباب بعد طول الغياب. كيف تكذب على جهار؟ ومن قال إني أكذب؟ ومن هم الأحباب؟ لا أستطيع تفسيرا هنا، إنه حديث طويل. متى وأين أراك؟ لن أنفرد بغريب مكفور. لك العذر، فأنت لا تعرفينني. أنا خالد بن الوليد. خالد بن الوليد، هل اطمأن قلبك الآن؟ بل زدت خوفا. لما؟ لأني زدت معرفة بقدرك. إذن سأراك اليوم عند الشجرة المباركة خارج السوق. دعها للظروف. سيدتي ليلى. سأنصرف. ليلى اسم جميل. سيدتي. وداعا. إلى اللقاء يا ليلى. ليلى، إن المغامر الذي تتحدثين عنه قد أصبح مهزوما أمام جمالك الطاغي. إنه انتصار وليس هزيمة، فلم يحدث لي أن انفردت بإنسان غيرك. إذن فأنت تحبينني؟ خالد، هيا بنا، لقد تأخرنا وقاربت الشمس على المغيب. ليلى، أقسم لك باللات والعزة أن قلبي لم يخفق لسواك. خالد. ليلى. خالد، لقد وصلنا إلى خيامنا. سنتقابل غدا. لك ما تريد. ليلى، هاك خاتمي، لعله يذكرك بي. وهل أنت من مال إليه قلبي؟ وأخيرا تكلم قلبك. نعم، ولم يستطع الكتمان. خالد، لا تنسى موعدي معك الليلة في خيمتي، سأكون في انتظارك. ليلى، ليلى. أهل مكة، يا أهل مكة، يا قبائل قريش، يا قبائل قريش، الغوث 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 الغوث. ماذا هناك؟ ماذا حدث؟ ما أراك؟ تكلم. الغوث. النجدة، لقد تعرض محمد لقافلتنا يريد أخذها.
وقد بعثني أبو سفيان إليكم نذيرا. الويل لمحمد، سنعرف كيف نؤدبه وقومه. يجب أن نقاتله إلى الحرب. أين خالد؟ أين خالد؟ نعم، أين هو؟ أسعدني بلقائك. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ اختفاؤك مني في سوق عكاظ هو الذي دفعني أن أبحث عنك وأحضر إليك في هوازن. وماذا تريد؟ أما زلت غاضبة علي؟ ولما أغضب؟ لقد أسأت فهم ما حدث. وما يعنيني؟ أنت حر. ليلى، إني أحبك، فهل تحبينني؟ لا تريدين الإجابة. إذن أين والدك؟ والدي؟ لما؟ أريد التحدث إليه. عن أي شيء؟ عن شيء يخصني. يخصك؟ وما هو؟ سأطلب منه الزواج بك. حقا؟ لقد جئت لذلك. أين هو؟ لقد سافر. سافر؟ إلى أين؟ إلى مكة، ثم يذهب إلى المدينة، ثم يرحل إلى الشام في تجارة، وسيعود بعد شهر. وكيف أنتظر كل هذه المدة؟ أمتعجل أنت إلى هذا الحد؟ نعم، ولا بد أن ألحق به. رعدك الآله. محمد وصحبه في موقعة بدر، وأسر أخوك الوليد. أسر؟ وقتل أخي أبو القيس. أخي قتل؟ نعم، وأنهم يطلبون 4000 درهم فدية للوليد. لا يهم المال، سنعطيهم ما يطلبون ليعود الوليد، ولكن الأهم هو الثأر وغسل العار. إن دم أخي لا يهون، سأنتقم لأسترد شرف قومي. شكرا لك يا إلهي لإرجاعك خطيب الوليد سلم. لقد ارتاحت ألبسه يا بعودتك يا أخي. مرحبا بك يا وليد في بيتك. وليد، مرحبا بك. مرحبا بك يا أميمة. ما أسعدنا بعودتك. شكرا لك يا أميمة. أحقا يا وليد أن محمدا قد اضطر بانتصاره في بدر؟ هذا غير صحيح، إن دينه يدعو إلى التواضع وعدم الغرور، لكن تبجح محمد وصحبه بمحاربتنا يناقض ذلك. إنهم يعاملونكم بالمثل. وكيف؟ ألم تصادروا أموالهم وتخرجوهم من ديارهم؟ ذلك جزاء المفسدين في الأرض. ماذا أفسدوه؟ لقد رأيت منهم أفضل معاملة. أنسيت أنهم يسخرون من أصنامنا ويحاربون دين آبائنا؟ خالد، إن دينهم خير مما نحن فيه. ما هذه الأحجار التي نعبدها؟ أليست لنا عقول؟ أصابك سحر محمد؟ بل نالتني الهداية. ماذا أسمع؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أتتبع محمدا وقد قتل أخاك؟ لقد مات كافرا، ليته آمن قبل موته لينجو من عذاب النار. وليد، أبيك مس من الجن؟ بل تبين لي الحق من الباطل فآمنت، وإني سأعود إلى المدينة. خسرت، وحق اللات والعزة
لن أدع محمدا يذهب بعقلك. من؟ أنا أميمة يا وليد، لم عرضت نفسك للأذى؟ أتريدين مني أن أخادعك يا أميمة؟ لم يكن هناك ضرورة لمجابهة إخوتك بإسلامك. لقد كنت سعيدا بهذه المجابهة وبما نالني منها. ولما لم تعلن إسلامك في المدينة؟ خشيت أن يقال إني أسلمت خوفا. تعجبني فيك هذه الرجولة. آه لو رأيت المسلمين في سماحة خلقهم وكريم طباعهم، ولذلك أريد أن أرحل إلى المدينة. هل تساعدينني على ذلك يا أميمة؟ وهل أنت مصمم على الرحيل؟ نعم، فكي وثاقي، أسرعي قبل أن يحس بنا أحد. لا تخف، الكل نيام. بيتك تدخلين في الإسلام يا أميمة. إن كلامك هذا لن أنساه، وربما ألحق بك. إلى الملتقى يا ابنة العم، هيا. لكني أحمل إليك خبرا سعيدا. ما هو؟ إنها بشرى. حقا؟ لقد هداني الله إلى الإسلام حينما ذهبت إلى المدينة. الإسلام دين محمد؟ دين الحق والحرية والمساواة. وكيف أسلمت؟ ولما؟ تعالي بنا سأشرح لك تعاليم هذا الدين، لعل الله يشرح صدرك. لتأخري في الحضور إليك. ما لي أراك في ثياب الحرب؟ لقد هزمت محمدا وصحبه في موقعة أحد، وانتقمت لهزيمة قومي في موقعة بدر، ولم أتق صبرا حتى أعود إلى مكة، بل تركت فرحة الانتصار فيها وجئت إليك لنتزوج، وبذلك تتم فرحتنا معا. هزمت المسلمين؟ كيف؟ لقد انتصروا علينا في أول المعركة، وكدنا نبوء بالهزيمة لولا أن ترك رماتهم ظهر الجبل معتقدين انتهاء المعركة، فانتهزت الفرصة وهجمت عليهم من الخلف ومعي الخيالة، وأوسعناهم قتلا وتجريحا. أتسمي الخديعة والمكر فوزا وانتصارا؟ الحرب مفاجأة. ولكنها مفاجأة رخيصة يترفع عن مثلها المسلمون. أتدافعين عن المسلمين؟ وكيف لا أدافع عن قوم أنا منهم؟ أنت منهم؟ كيف؟ لقد هداني الله للإسلام، ولو أردت لنفسك الخير لأسلمت مثلي. أسلمت؟ ودين آبائك؟ دين الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ ليلى، لقد جئت لنتزوج. لا أستطيع زواجك وأنت مشرك، فأسلم. أنا؟ معاذ اللات والعزة. إن ديني أعز علي من قلبي. إن ربي يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا كلام محمد وشعره. بل هذا كلام رب العالمين. إن الله سبحانه يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. دعينا من محمد وقرآنه ولنتحدث عن الحب والقلب. لقد أسلمت وجهي لربي، فمن أسلم معي وهبت له قلبي. أنا خالد بن الوليد أتبع محمدا الساحر الكذاب. قل النبي الصادق الأمين. أيهون عليك حبنا إلى هذا الحد؟ ربي أعز علي من قلبي. إذن كل ما بيننا قد انتهى. لقد أراد النبي زيارة بيت الله الحرام مع أصحابه وقصدوا مكة، ولكن المشركين منعوهم من دخولها عند الحديبية. وكيف يمنعونهم من الطواف بالكعبة التي يدعي المشركون أنهم يعظمونها؟ لقد كادت الحرب تقوم بينهم بسبب تعنتهم الشديد واعتقالهم لبعض المسلمين، حتى بايع النبي أصحابه على الشهادة في الميدان إذا بدأت الحرب. فتراجع أهل مكة وقبل محمد أن يعقد معهم معاهدة حقنا للدماء وسبيلا للسلام. وعلى ما اتفقوا؟ اتفقوا على هدنة قدرها 10 سنوات، وألا يدخل المسلمون مكة هذا العام، ولهم أن يدخلوها في العام المقبل. ومن غدر أو نقض تلك المعاهدة في شيء فعليه تبعة خيانته. ليتنا نشاركهم هذه الزيارة في العام المقبل يا أبي. سنكون معهم بمشيئة الله. اللهم أطل في عمري حتى أرى رسولك الكريم. اللهم حقق لي هذا الرجاء. اللهم اشرح صدر خالد للإسلام حتى أراه في مكة مسلما مؤمنا به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خالد، خالد، هل سمعت النبأ؟ أي نبأ يا ابنة العم؟ إن المسلمين في طريقهم إلى مكة لأداء العمرة. لا يمكن، إن هذا لن يحدث. أنا نسيت معاهدة الحديبية؟ لقد اتفقت مع محمد على ذلك. لقد اتفق معه غيري من شيوخ مكة. مهما يكن فلا بد من احترام العهد. إذن فليستقبلوا محمدا. وأنت؟ لن أبقى في مكة، سأتركها حتى يخرجوا منها. قد يأتي أخوك الوليد يا خالد، ألا تنتظره لتراه؟ نعم، إني مشتاق لرؤياه، ولكن لا أستطيع البقاء، لا أستطيع. عجل عجل حتى نبلغ الجبل قبل قدوم محمد وصحبه. سيحضر ويرى مكة كلها خالية من أبنائها. هذا أفضل، فإننا لا نريد أن نراه. We'll be right back.
الحمد والنعمة لك الملك. إن الحمد والنعمة لك الملك. لا شريك لك. لا شريك لك. فنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. حقا شرد منكم هذا الجمل ليلا؟ نعم، والأعجب من ذلك أننا سمعنا صوتا يسري في الفضاء لا نعرف مصدره يدلنا على مكانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خالد، إن دينهم خير مما نحن فيه. ما هذه الأحجار التي نعبدها؟ أليست لنا عقول؟ إن الله سبحانه يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خالد، لقد رحل المسلمون عن مكة وقومنا يعودون إلى منازلهم، فما يبقيك؟ لا شيء. هيا، فلم يبقى أحد. رحل المسلمون؟ نعم، وكان معهم الوليد. حقا؟ لقد سأل عنك كثيرا وكان حريصا على لقاء. يريد لقائي؟ نعم، ولما يأس رحل وترك لك هذا الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك. وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟ لقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال: لا يجهل الإسلام مثله، ولو جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره وكان له أجرا عظيما. فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إني فخور بما نلت يا خالد من تكريم الرسول لك وتقديره لبطولتك، وحسبك شرفا أن سماك سيف الله الذي سله الله على المشركين. إني سأقابل هذا التكريم يا بلال بأن أقف حياتي على نصرة الإسلام ونشر دعوته، وأسأل الله أن يغفر لي ما ارتكبته في الجاهلية من آثام وأخطاء. النجدة! النجدة! النجدة!
النجدة. ما وراءك يا عم؟ أين النبي؟ أريد لقاء النبي. ماذا حدث؟ لقد نقضت قريش صلح الحديبية واعتدت مع قبيلة بكر على قبيلتنا، وقد بعثني قومي لطلب النجدة من الرسول، فأين أجده الآن؟ اذهب إليه، إنه في داخل المسجد. يا لقريش وحلفائها، إنهم يصرون على الطغيان ولا يريدون السلام قط. بلال، لن يكون هناك سلام ما دام الشرك موجودا، ولا علاج لهؤلاء المشركين إلا السيف. خالد هو خالد دائما. اتفقوا على أمر قبل أن يدخل عليكم محمد بجيشه، إنه في الطريق إلينا. نقاوم مهما كان الأمر ومهما كان عدده. إن فتحهم لمكة فتح للجزيرة كلها. أرى أن تفاوضوا محمدا على الصلح ولن يرفض ذلك. هذه أول الهزيمة. يا معشر قريش، يا أهل مكة، يا معشر قريش، يا أهل مكة. هذا أبو سفيان كبير قريش، ما وراءه؟ لقد قابلت محمدا خارج مكة ولا قدرة لكم على مقاتلته، وأكد لي أنه جاء مسارما لا محاربا، فلا تقاوموا، ومن دخل داري فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. هذا تكريم محمد لي. ولما يكرمك؟ لأني أسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كان زهوقا. حول الجزيرة. أجل، وستصبح بلاد فارس وأرض العراق التي نحتلها مهددة بهذا الدين الكتيم. لقد بلغ من قوة محمد أن بعث رسولا من قبله إلى بلدنا كسرى يدعوه إلى دينه الكتيم. يجب أن نوقف هذا التوسع عند حده. وما العمل ونحن غير مستعدين للحرب وقد أنهكنا قتال الروم الطويل؟
اطمئنوا، لقد استخدمت إلى ضيافتي شخصية كبيرة من العرب الذين يكرهون محمدا ودعوته، وهو الآن معنا في القصر وسنمده بالمال والسلاح. نعم تدبير قائدنا هرمز. أظنكم سمعتم بمسيلمة المتنبئ، ذلك الذي يطالب محمدا بنصف ملكه لأنه نبي مثله. هذا الذي يسميه المسلمون بالكذاب؟ هو بعينه. سيكون لنا خير عون على مقاومة محمد، لأنه سيحاربه بنفس سلاحه وبنفس طريقته، وسترونه الآن. أدخل الضيف. أدخل الضيف. الضيف تفضل. كيف نسكت عن هذه المؤامرات التي تدبر لنا في الخفاء؟ أواثق من صحة ما بلغك من أنباء؟ إني عليم بمكر الفرس ودهائهم. وما العمل؟ يجب الذهاب فورا إلى المدينة لإخبار النبي بهذه المؤامرات ليتخذ للأمر علاجه الحاسم. أحسنت الرأي. هيا بنا. أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد مات محمد ولم يبق في الدنيا نبي غيري، وها هي الأرض قد خلصت لي وأصبحت ملكي بعد أن كانت مقسومة بيني وبين محمد. لا نبي إلا مسيلمة. لا نبي إلا مسيلمة. لا رسول إلا مسيلمة. والآن يجب على المسلمين جميعا أن يدينوا لي بالطاعة، وعلى رأسهم خليفتهم أبو بكر. يا نبينا الكريم. نعم يا تابع المطيع. لقد فرض علينا محمد الصلاة والزكاة، فهل تسأل ربك أن يخفف عنا بعض هذه الفروض؟ اطمئن، لقد فعلت وأسقطت عنكم الصلاة. شكرا لك، فطالما أرهقتنا. وأعفيتكم من الزكاة. يا لك من نبي عادل، فهذه أموالنا ونحن أحق بها من الفقراء. وأبحت لكم الخمر لذة ونشوة. أطال الله عمر نبينا مسيلمة. بوركت يا محل الخمر. والنساء أيضا فهن متعة لكم. متعت بالعافية يا محلل النساء. أتعلم يا مالك بأن أهل اليمامة قد اتبعوا مسيلمة؟ نعم علمت بذلك. ليلى زوجتي، أخي متمم يريد أن يراك قبل رحيله. أهلا بزوجة أخي. أهلا بك يا متمم، أتسافر الآن؟ نعم، وقد جئت لأودعكما. أرجو ألا يطول سفرك. سأعود بمجرد الانتهاء من تجارتي. رافقتك السلام. لقد أمرتنا بمنع الزكاة فنفذنا أمرك. وماذا حدث؟ فوجئنا الآن برؤية قافلة من قوافل الزكاة في طريقها إلى المدينة. وماذا تنتظرون؟ ننتظر رأيك. اجمعوا الرجال واقطعوا الطريق على القافلة واستولوا عليها بالقوة. يا جنود الله، إنكم متوجهون الآن باسم الله لتثبيت دعوته، فأخلصوا لله النية والعمل،
وأنت يا خالد بن الوليد، لقد جمعت لك بين أمرين، فعليك أن تتوجه لتأديب طلحة الأسدي، فإذا فرغت منه فتوجه لتأديب مالك بن نويرة، فسر على بركة الله. وأنت يا عكرمة، توجه إلى تأديب مسيلمة المتنبئ الكذاب، وسيتبعك شرحبيل وجيشه. وأنت يا عمرو بن العاص، توجه لتأديب قبيلتي قضاعة والحارث. سيدي مالك، سيدي مالك، ما الخبر؟ إن جيش المسلمين في طريقه إلينا، هل نقاتلهم؟ لا، بل يجب عدم مواجهة هذا الجيش، تفرقوا وانتظروا أوامره. مالك، إنك بتحريضك على منع الزكاة قد خرجت على تعاليم الإسلام وهدمت ركنا من أركان الدين. لا تتدخلي في أمور لا شأن لك بها، إني زوجك ولي الأمر وعليك الطاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا أذان جيش المسلمين، إنهم يتحايلون حتى يتمكنوا من جمع الزكاة، ولكني لن أمكنهم من ذلك. لا، لا تفعل فعل الخارجين على الإسلام. دعيني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. من القوم؟ أنا مالك بن نويرة، سيد البطاح وكبير قومها، وقد تطاول حراسك عليك وعلى طائفة من قومي. لقد وجدناه شاهرا سيفا وهو يحرض قومه على مقاومتنا ومنع الزكاة. أوقع هذا منك يا مالك؟ نعم حدث هذا. ألا تعرف أن الإسلام يفرض عليك الزكاة؟ لقد كانت الزكاة ضريبة نؤديها لمحمد، فما بال أبي بكر يريد التشبه به؟ إن الزكاة حق الفقراء في مال الأغنياء، فما بالك تصر على عمل الجاهلية الأولى؟ بل هي ضريبة أكرهنا عليها صاحبك محمد، ونحن الآن لا نرتضيها. يا عدو الله، أتسخر من رسول الله يا رجل؟ إن جزاءك على هذا هو القتل، ولكني سأرسلك إلى الخليفة أبي بكر لينفذ فيك حكم الله. خذوه إلى السجن. لقد اشتد البرد فجأة فأشعلت النار. ما أجمل الدفء في هذا الجو البارد، وما أقساه على الذين لا يجدون نارا فيتدفئون بها. عنتر، اذهب إلى حارس السجن وبلغه أنني آمره بأن يدفئ الأسرى، يجب أن يشعروا مثلنا بالدفء في هذا الجو البارد. يا لقلبك الرحيم. هذه السيدة تريد مقابلة القائد، انتظر حتى أبلغه. إن قائدنا خالد يأمرك بأن تدفئ الأسرى.
اطفئوا الأسرى. نعم هذا أمر القائد. سمعا وطاعة. ألك حاجة؟ نعم لي حاجة، أرجو ألا تخيب ظني فيها. من؟ ليلى؟ أي صدفة جاءت بك إلي؟ جئت من أجل زوجي. زوجك؟ نعم، إنه مالك بن نويرة. مالك بن نويرة؟ أراضية عما فعل؟ لقد جئت لإصلاح أمره لأنه زوجي. وماذا أستطيع أن أفعل؟ أريد أن ألقاه لعلني أقنعه بالعدول عن موقفه المعيب ضد الإسلام. وإذا لم يقتنع؟ يكون قد جنى على نفسه، وأكون قد قمت بواجبي نحو ربي وزوجي. لك ما تريدين، وأرجو أن توفقي في هدايته. عنتر، اذهب مع السيدة إلى سجن الأسرى وأبلغ الحارس أن يجعلها تنفرد بزوجها مالك بن نويرة. نفذت الأمر. ومن الذي أمرك؟ لقد بعثت إلي أمرا بأن أطفئ الأسرى وقد فعلت. وما علاقة أمري لكم بتدفئتهم من البرد بقتلهم؟ يا الله، أنت من قبيلة كنانة؟ نعم. لقد التبس عليه الأمر، فكلمة أدفئوا في لهجة كنانة معناها أقتله. نعم وقد نفذت الأمر، فما جنيت ذنبا. له العذر، فهذه لغته. أي غباء، أي غباء. لي الله، إن كلمة أسيء فهمها قضت عليك. إن الله إذا أراد أمرا أصاب. إن سيدتي ستحضر بعد قليل. وكيف حالها الآن؟ إنها لا زالت متوعكة. مسكينة، هذا وفاء الزوجة لزوجها. فعلا، وإني لا أتعجب من وفائها لرجل كان يسومها سوء العذاب. وكيف كان ذلك؟ إنها لم تكن على وفاق مع زوجها، رحم الله والدها المهلب. لقد أرغمها على هذا الزواج، ولكم أساء إليها زوجها. عجبا، لم أكن أتصور ذلك. لقد كانت في غاية التعاسة، ولقد أراحها منه الله بعد أن نال جزاءه العادل. كفى، لا تسب الموتى. عفوا يا سيدي، أهلا بك أيها القائد. أرجو ألا يكون حضوري قد أزعجك. إني أشكرك على شعورك الكريم وتفضلك بزيارتي. ما لي أراك بادية الضعف؟ أتشكين علة ما؟ لا تلقي بالا لذلك. أرجو ألا تفكري فيما حدث. إنها إرادة الله. نعم، وقد رأيت من واجبي أن أقدم لك هذا المال عوضا عن زوجك، فاقبليه مني. شكرا لك، أنفقه في مصالح المسلمين. إنه حق واجب، فلا ترفضيه. قد يكون حقا واجبا لي، ولكني في غير حاجة إليه. على كل، أنا في خدمتك، فلا تحرميني أداء هذا الواجب. هذا شعور نبيل لن أنساه. أتأذنين لي؟ في رعاية الله. إن جميع الناس يؤدون الزكاة وانصرفوا عن تمردهم، لأن مالك بن نويرة ثبت لنا أنه كان رأس هذه الفتنة. حسنا، استمروا في تحقيقها ومراقبة الحالة. هيا. Thank you.
فيما كل هذا التفكير؟ لا شيء. لا تخفي عن تابعك الأمين. وماذا أخفي؟ لقد لاحظت عليك كثرة الشرود والتفكير منذ قابلتك ليلى. عنتر، أتمم ما في يدك. حسنا، هل آلمك أنها اعتذرت عن قبول المال؟ فعلا، إنها كانت تطمع في أكثر من هذا. ماذا تقصد؟ هي لا تريد المال، وإنما تريد قلبا حنونا يعطف عليها ويعوضها عن تعاستها الماضية. قلبا حنونا؟ معذرة، سأتركك لأتمم في يدي حتى تعاود التفكير. ليلى، إلى أين ذاهبة؟ إلى هوازن. ولما؟ وماذا بقي لي هنا؟ بقي لك كل خير إن شاء الله. ماذا تعني؟ أود أن أخفف عنك مما حدث، وأرجو أن تعودي إلى دارك. خالد، ماذا تعني؟ لقد وحد الإسلام بين قلبينا، وآمل أن تجمعنا بسم الله دار واحدة. خالد، حقا؟ نعم. نذير، عد بنا إلى الدار، هيا. أهلا بك يا نذير، إلى أين أنت ذاهب؟ لمقابلة متمم ابن نويرة لأبلغه خبرا مشؤوما. أعوذ بالله، وما هو هذا الخبر؟ لقد تزوج خالد بن وليد بليلى زوجة مالك بعد أن قتل. خالد يفعل هذا؟ لا أصدق. بل هي الحقيقة. وأنت إلى أين؟ إني رسول الخليفة أبي بكر إلى خالد كي يتوجه بجيشه لمساعدة عكرمة وشرحبيل المهزومين في حربهما مع مسيلمة الكذاب باليمام. رافقتك السلامة. أما بمناسبة انتصارنا على جيوش المسلمين فقد أقمنا هذا الحفل. كلوا واشربوا وامرحوا وتمتعوا بالنساء ما شاء لكم التمتع. أيها السجان، امنع عن هؤلاء الأسرى من المسلمين الطعام والماء حتى يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن دينهم. ضعهم في السجن واستمر في تعذيبهم حتى يعترفوا بأن مسيلمة هو نبيهم لا نبي غيري. لا نبي إلا مسيلمة. بوركت يا نبينا العظيم. Thank you.
بضرب هؤلاء الأسرى وتعذيبهم بنفسي حتى أشفي غليل. أعطني هذا الصوت. لك ما تريدين. اذهب أنت وتمتع بما في الحفل، وسأقوم بالواجب بدلا عنك خير قيام. شكرا لك يا مولاتي. وأنت اصرخ اصرخ. إن طلائع جيش جديد للمسلمين قد وصل لنجدة جيشهم المهزوم. أهلا وسهلا ومرحبا. سنقضي عليهم عاجلا أو آجلا. إن هذا الجيش بقيادة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد؟ لا تبالوا، فمعجزة القادمة هي السحق خالد. يا مبجاعة قم فورا وأسرع مع بعض قوادي للاستطلاع على هذا الجيش وعد إلي بالنتيجة. سأفعل يا نبينا. إنني لم أقصد أي عمل عدائي لك. كذبت أيها الرجل، إنك أنت الساعد الأيمن لمسيلمة الكذاب، وقد كان على رأس أتباعه وأشهر سيوفهم في وجهنا. أرى أن تفقي على حياة شيخهم مجاعة بن مرارة، لأنه أكبر شخصية في اليمامة وسيفيدنا كثيرا فيما نحن مقبلون عليه من أحداث. أنطر، قيد الشيخ وضعه في خيمة قريبة من خيمتي وشدد عليه الحراسة، وأنتم تولوا أمر الآخرين. فيروز. سيدي خالد. سلي سيدتك، هل تأذن لي أن أراها؟ سيدتي تفضل يا سيف الله. آمل أن تكوني قد استرحت من مشقة الرحلة معنا. الحمد لله. وإني لأرجو أن يوفقني ربي للانتصار على مسيلمة الكذاب، فتكون الفرحة فرحتين، فرحة النصر وفرحة الزواج. نصرك الله يا سيف الله وأعز بك كلمة الإسلام. أتمنى لك ليلة هادئة. في رعاية الله.
سيدي القائد، وجدنا هذا الفارس يدنو من المعسكر فقبضنا عليه. من أنت؟ أتسمح لي أن أتحدث معك على انفراد؟ انصرف. ماذا تريد؟ امرأة؟ نعم، وقد تنكرت في ذي الفرسان حتى أتمكن من مقابلة القائد العظيم سيف الله المسلول. ومن أنت؟ إنني فاطمة بنت مجاعة، الشيخ الذي أثرته لأنه من أتباع مسيلمة. وما تطلبين؟ لقد سمعت كثيرا عنك وعن بطولتك، وشدة إعجابي بشجاعتك هي التي دفعتني إليك، وكل ثقة في أن تقبل رجائي وتترفق بأبي، فهو شيخ كبير لا يحتمل. نحن المسلمين لا نعذب أسرانا بل نكرمهم، لا تخافي فلن يصيبه شر. شكرا لك. أتأذن لي أن أقيم معه لأخدمه؟ لك ما تشائين، ها هي خيمته فاذهبي إليه. لقد توقعت ذلك منك، ولذا حضرت وأنا مطمئنة، لأني أعلم الكثير عن مبادئ الإسلام. عجبا، أسمع هذا من أتباع مسيلمة؟ لقد عرف نور الإسلام طريقه إلى قلبي، وكنت أنتظر الفرصة التي أتمكن فيها من إعلان إسلامي. ألم تأتي هذه الفرصة بعد؟ بل جاءت، وقد شاء الله أن أعلن إسلامي أمام سيف الله، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم انصر خالدا وأعده إلي سالما. أساءك حضوري، ها؟
لم أكن أتوقع مجيئك في هذه الساعة. ما الذي أتى بك؟ دم أخي الذي لم يجف بعد. ماذا تقصد؟ ألا تعرفين أنه من العار أن تتزوجي من قاتل زوجك؟ خالد لم يقتله، إنك مخطئ. طبعا تدافعين عنه لأنه زوجك. لم نتزوج بعد. لم تتزوجيه بعد؟ وأحاديث الناس عن زواجكما حتى وصل الخبر إلى المدينة؟ إنه افتراء. ورحيلك معه إلى هنا؟ أنتظر انتهاء عدتي لنتزوج. لن يتم هذا الزواج. أيهون دم زوجك بهذه الدرجة؟ إنك لا تقدرين سوء العاقبة، فستصبح سيرتك مضغة في أفواه الناس. إنه بريء، بريء، ولن أقيم وزنا لما يقوله الناس عني. ولكنك ستقيمين وزنا عندما يقع البلاء بسببك على خالد ويهوي بسمعته إلى الحضيض. كفى كفى. والله لو تم هذا الزواج فسأقلب الدنيا عليكما. سأشكو إلى الخليفة أن خالدا ما قتل مالكا إلا ليتزوج امرأته. يا نذور، ألا تخاف الله؟ لقد أنذرتك، سأرقب ما تفعليه. لقد أتممت حلية ثوب العرس، انظري. Thank you.
منتصرا بإذن الله اعطيه هذا الخطاب. سيدي القائد، هذا الخطاب لك. يا سيف الله، معذرة إليك إذا رجعت ولم تجدني. لقد فكرت كثيرا فرأيت أني لا أستطيع البقاء معك، لأن زواجي منك بعد مقتل زوجي سيسيء إلى سمعتي، وسيتخذه الناس سببا لمهاجمتي ومهاجمتك، ولذلك قررت الابتعاد عنك. فلا تبحث عني، فلن تستطيع لقائي، واشغل نفسك بواجبك نحو دينك. كتب الله النصر لك وللمسلمين. مرحبا بك في بيتي، فزيارتك لي قد زادتني شرفا. شكرا يا سيد مجاعة، فابنتك صاحبة الفضل علي لإنقاذها حياتي. بل أنت صاحب الفضل، فقد كنت سببا في استقرار أمورنا ورجوعنا إلى الحق. الفضل لله وحده، وإني لأرجو أن نوفق بعد هذا للقضاء على الأيدي الأجنبية الخبيثة التي تكيد للإسلام. وهل بقي لهذه الأيدي وجود؟ نعم، فما زالت تلعب في الظلام، ولا بد من القضاء عليها بعد أن نؤمن حدودنا. أرجو لك التوفيق دائما. سيدي، لقد استيقظت سيدتي فاطمة من نومها وعادت إليها الآلام أشد من قبل. عادت إليها الآلام؟ أسرعي إلى الطبيب واحضريه حالا. أتأذن لي بأن أراها معك؟ تفضل. فاطمة، مما تتألمين؟ أشعر بجفاف في حلقي، قليل من اللبن. سأحضره لك.
استمع. فاطمة، شفاك الله. من أرى؟ استريحي. خالد، لقد تحققت أمنيتي ورأيتك قبل أن أموت. إنك بخير وقريبا تتماثلين للشفاء. لن تبقى لي في الحياة إلا لحظات، وأحب أن أصارحك بشيء. أي شيء؟ رجائي إليك أن تزور قبري. فاطمة، لا تيأسي من رحمة الله. لن أخجل الآن من أن أصرح لك بما في نفسي. لقد أحببتك قبل أن أراك، وبعد أن التقينا أصبحت تملأ قلبي. أنا؟ نعم أنت، وكنت لن تشعر بي لولا أنني أفارق الحياة. ستعيشين بإذن الله. وما قيمة الحياة بدونك؟ فاطمة، اشربي. إلى متى هذا الشرود يا سيدتي؟ ارحمي نفسك وشبابك ولا تعرضيه للضياع بهذه الأحزان. وما حيلتي؟ أما آن لك أن تتمتعي بشبابك وتقبلي أحد هؤلاء الخطاب الذين يتقدمون إليك كل يوم. كفي عن هذا الحديث المعاد، لقد حكم القدر بحرماني من خالد فلن أتزوج. البطل الشارد. فاطمة، فيما تفكر؟ لا شيء. حسبتك تفكر في. إنني أفكر في كل ما يسعدك. إذا تعال تذوق ما أعددته لك من طعام. ما أشهى طعمها. حقا؟ نعم، لأنها من يدك. إنك تجاملني. أنا لا أجامل زوجتي. زوجتك، أخيرا تحقق حلمي الجميل وأصبحت أسعد زوجة في الوجود، زوجتي خالد. سيدي، هذه الرسالة جاء بها فارس ينتظر في الخارج. من أبي بكر خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد، سلام الله عليكم. أما بعد، فجزاك الله خيرا لإخمادك نار الفتنة في اليمامة، وإني آمرك بالتوجه إلى العراق بجيشك لمساعدة جيش المسلمين هناك لمحاربة الفرس، واحرص على الموت توهب لك الحياة، والله يتولاك بالنصر والتأييد. ميدان جديد ومعركة جديدة. أرجو ألا تزعجك هذه الرحلة. معاذ الله، بل يسعدني أن يختارك الخليفة دائما لجلائل الأعمال. نصرك الله وأعز بك دينه. Thank you.
لقد تم القبض على باقي عرب العراق الهاربين من التغيير. قيدوهم بالسلاسل كإخوانهم حتى لا يستطيعوا الفرار، وعندما نقاتل المسلمين سيكونون في المقدمة، فإذا لم يقوموا بالهجوم عليهم فيكون جنود الفرس في المؤخرة يضربون بالسهام كل من يتقهقر منهم. هيا قاتلكم الله، كيف ترغموننا على أن نقاتل أبناء عمومتنا؟ إنهم عرب مثلنا، إنهم عرب مثلنا. أيها الدخلاء اتركونا، اخرجوا من ديارنا، اتركونا اتركونا اترك. سيدي القائد، في انتظارك رسول يحمل رسالة من قائد جيش المسلمين. احضره الي. تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وراءك ايها الفارس؟ اني احمل اليك رسالة من سيف الله وعبده خالد بن الوليد، وهو يعرض عليكم اما ان تدخلوا في الاسلام او تعاهدونا وتدفعوا الجزية، والا فالحرب بيننا وبينكم، ولا تلوموا الا انفسكم، فقد جاءكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. ابلغ تحيتي الى قائدكم واخبره ان رسالته موضع اهتمامي وتقديري، ويسعدني ان القاه عند شروق الشمس عند كاظمة لاباحثه فيها. سانقل ذلك الى قائدنا. أن هرمز يريد المفاوضة حقا؟ أرجو ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. رعاك الله يا خالد. اللهم احفظ، فأنت خير الحافظين. هل قمت بما كلفتك به؟ شيء كما تريد. وأنت؟ نفذت كل ما أمرتني به. فليكن الجميع على استعداد. مرحبا بك يا خالد. مرحبا بك، لقد دعوتني الى لقائك. دعوتك لأسألك عما تقصده من رسالتك. اني ادعوكم للإسلام، فتتركون عبادة النار وتعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن أسلمتم كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وكفى الله المؤمنين القتال. وماذا أيضا؟ تتركون أرض العراق التي اغتصبتموها من أهلها العرب، فهم أولى ببلادهم. أراك تتحدث بلهجة الواثق المعتز بنفسه وبرأيه، فلما اصطحبت معك سيفك وأنت في موقف المفاوضة؟ هاك سيفي،
فنحن رجال سلام قبل أن نكون رجال قتال. وهاك سيفي أنا الآخر. رسول أبي بكر إليك، وهو يبلغك أعجابه بانتصاراتك الباهرة في العراق ويقدرها لك، ويطلب منك أن تعجل بالذهاب إلى الشام لمعاونة جيوش المسلمين الأربعة المرابطة على نهر اليرموك، فهي بحاجة إلى قيادتك وعبقريتك. أسأل الله التوفيق لتحقيق ما يريد. أبلغ الخليفة شكري وأقرئه عني السلام. هؤلاء المسلمين من أول يوم لتقضوا عليهم. معذرة يا سيد القائد بزام، فقد كنا في انتظارك لنزداد قوة بهذا المدد ونهاجم هؤلاء العرب تحت قيادتك. وكم عددهم؟ حوالي 10,000 مقاتل. تنتظرون المدد وأنتم في هذه الكثرة وهم أقل منكم وأضعف؟ إنكم بهذا تسيئون إلى سمعة الروم وهم أشهاد العالم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم أعنا بمددك وجندك
واحفظ دينك ولا تخذلنا في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. آمين. يا المدد، وصل خالد، وصل خالد. الحمد لله، لقد جاء المدد في الوقت المناسب. نعم، وقويت عزائم الجنود بحضور خالد. نعم نعم. ومن يكون خالد بن الوليد؟ سمعنا أنه قائد بارع وقومه يعتزون به كثيرا. ومن هم قوم؟ هؤلاء العرب الضعاف؟ هل نشعر أننا أسياد العالم؟ إن حضوره لن يغير شيئا وسيلقى حتفه مع قومه. ما قولك يا عكرمة؟ كيف نستطيع التغلب على الروم وهم في عددهم الضخم وسلاحهم الكثير؟ إني أفكر في خطة جديدة. وما هي؟ أولا يجب أن نقسم جيشنا عدة فرق توزع في جهات مختلفة. ثانيا، لا نريد تفصيلا، تولى تنفيذ ما تريد على بركة الله. هيا بنا. عكرمة، توجه على رأس الفرقة التي ستختفي يمينا خلف الهضبة، ولا تقم بالهجوم إلا بعد أن ترى العلم الأحمر، وعندئذ سيكون هجومك تطويقا لمؤخرة جيش الروم. تطويقهم؟ نعم. حسنا، الله معنا. وأنت يا صفوان، توجه على رأس الفرقة التي ستختفي شمالا خلف الهضبة، وستقوم بالهجوم عندما ترى العلم الأخضر، لتكمل تطويقهم من الخلف مع عكرمة. أبا عبيدة، كن على رأس الفرق الأربع التي انسحبت إلى الخلف، وتنبه لإشارتي بعلم الأصفر لتقوم بالهجوم. أنتم على استعداد؟ وفي انتظار أوامركم. إشارتي لكم ستكون العلم الأزرق. سيدي القائد، لقد قدم الآن إلى المعسكر رسول من الخليفة يريدك لأمر هام. ولماذا لم تحضره معك؟ لقد طلب مقابلتك هناك على انفراد. حسنا. لا أعرف كيف أبدأ يا سيدي، غير أن أقول البقاء لله. في من؟ مات الخليفة أبو بكر الصديق. إنا لله وإنا إليه راجعون.
هذه رسالة إليك من عمر بن الخطاب الذي تولى الخلافة بعده. جزاك ربك خيرا عن جهادك في سبيله، ولا عجب، فأنت سيف الله يا خالد، ولقد أخذ الناس يزدادون إعجابا بانتصاراتك المتوالية، فخشيت أن يفتتنوا بك، مع أن النصر من عند الله وحده. فسلم قيادة الجيش إلى أبي عبيدة بن الجراح وقاتل معه وأخلص له المعونة، واعلم أني لم أفعل ذلك كراهية لك أو ريبة فيك، ولكني خفت عليك المباهاة والافتخار، وعلى المسلمين الفتنة والابتلاء، وسلام الله عليكم. وما العمل؟ هل عرف أحد خبر هذه الرسالة؟ كلا، إن الموقف جد خطير، يجب أن نكتم هذا الخبر حتى تنتهي المعركة. خيرا تفعل. إلى القتال. العلم الأصفر. الله أكبر. العلم الأحمر. الله أكبر. الله أكبر. We'll be right back.
أحزن فالبقاء لله وحده. لحق أبو بكر ربه فعوض الله المسلمين بتولية الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب. يا جنود الله، كلنا جند الإسلام ونحن عند الله سواء. وقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب ولرأيه السمع والطاعة أن يتولى قيادة جيشنا أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وها أنا من الآن جندي معكم نجاهد في سبيل الله. وها هو خطاب الخليفة، فاقرأه يا أبا عبيدة. خالد، إن هذا لن يغير من أمرنا شيئا، فكلنا إخوة، وأنت حيث أنت من الرأي والمشورة، وخاصة أنه لا يزال علينا أن نحرر أهل دمشق وحمص وقنسرين وباقي بلاد الشام من الروم العتاة الظالمين المستعمرين. ولن نثني في كل هذا عن عبقريتك وبطولتك. سأكون حيث تريد، فلك الأمر وعلينا الطاعة. هيا بنا إلى العمل. لك وللمسلمين ما أحرزته من انتصارات في تحرير الشام من أيدي المستعمرين. النصر من عند الله هو ذو الفضل العظيم. إن فتح الشام قد تم بمجهودك ومعونتك لي، وبخاصة ولاية قنسرين. وقد رأيت تكريما لك واعترافا بفضلك أن أجعلك أميرا عليها. شكرا لك يا أبا عمر. سيدتي سيدتي، لقد عاد سيدي. حقا لقد عاد خالد، عاد زوجي. هيا ساعديني في تمشيط شعري، أريد أن يراني في كامل زينتي. ابن سرين تحيي القائد الأمير. ابن سرين تحيي القائد الأمير. مرحبا بالقائد الأمير. مرحبا بالقائد الأمير. تأذن لي أن أقول كلمة يا سيف الله؟ تفضل يا أشعث. نصر الله باليمن جبينك، وجعل تمام السعد قرينك. جاهدت في سبيل الله فأحسنت الجهاد، وناضلت حتى حررت البلاد، فهنيئا لك. عظيم جزائك عند الله، وجميل ذكراك بين الناس، ولتسعد بك ولاية قنسرين يا سيف الله وفارس المسلمين. حي الله خالد بن الوليد. حي الله خالد بن الوليد. عاش أمير قنسرين. عاش أمير قنسرين. لقد أقبل خالد، أرأيت إعجاب القوم به وثناء الناس عليه؟ إن رضا الناس من رضا الله يا مولاتي. هيا أسرعي وأعدي لنا شرابا. خالد. فاطمة. خالد، ما أسعدني بلقائك. وأنت يا زوجتي المحبوبة. إني أشكر الله لعودتك سالما،
تعال لتسترح. إلي أولا ب3000 درهم أعطيها للأشعث ردا على تحيتك. إنه قليل، هذا المبلغ لا يليق بمقام البطل الفاتح. كم نعطيه؟ 10000 درهم. أحسنت الرأس، إلي بها وبعشرة مثلها وزعها على الآخرين. أهلا بك في حمص يا بلال. حياك الله يا أمير الشام. حياك الله يا أخي. هل جئت زائرا أم رسولا؟ جئت رسولا موفدا من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهذه رسالته إليك. خيرا. إنها بخصوص خالد بن الوليد. لا تكابري يا فاطمة، إنك متعبة لأن جوك النسرين لا يلائم صحتك. أتحبين أن نرحل إلى الجزيرة لتغيير الهواء؟ لا مانع إن كان ذلك لا يزعجك. مطلقا. من؟ أنا يا سيدي. ادخلي. خيرا سيدي، إن القائد أبا عبيدة أرسل رسولا يريدك أن تذهب إليه في حمص لأمر عاجل. بلغيه أني سأحضر إليه. إذن فلن نرحل إلى الجزيرة، بل ستذهبين معي إلى حمص، وبعد لقاء أبي عبيدة نتابع سيرنا إلى هناك. قد استدعيتني يا أبا عبيدة لأمر عاجل، وها أنا بين يديك، ففيما الأمر؟ سيتولى بلال شرح الأمر لك. بلال، مرحبا. مرحبا يا خالد. لقد أرسلني أمير المؤمنين للتحقيق معك ومحاكمتك. محاكمتي أنا؟ نعم. وما سبب المحاكمة؟ لقد بلغ أمير المؤمنين أنك أعطيت الأشعث بن قيس 10000 درهم. أحدث هذا؟ نعم حدث. وأنك أعطيت أموالا أخرى لذوي القوة والبأس لأنهم امتدحوك. نعم أعطيت. هذه العطايا من مال المسلمين؟ أمثلي يسأل هذا السؤال؟ أجب يا خالد. معاذ الله أن تمتد يدي بخيانة لمال المسلمين. فمن أين إذن أعطيت هذا؟ إنه من مال خاص. لقد أصرفت يا خالد، هكذا قال أمير المؤمنين، وإن أمير المؤمنين لا يحب الإسراف من وال يجب عليه أن يكون قدوة للمسلمين. إني أتقبل منه كل ما يأمر به. وأنت تعرف يا خالد شدة عمر بن الخطاب في الحق وحرصه على العدل المطلق، وأنه مسؤول أمام ربه لو قصر في شؤون رعيته. إني أتقبل كل ما يحكم به أمير المؤمنين. لذلك أمر أمير المؤمنين بعزلك من ولاية النصرين، وأن يضم عملك إلى أبي عبيدة بن الجراح. أنا التي دفعته إلى هذا، أنا التي عرضته للفضيعة. لقد كنت نقمة علي، كيف ألقاه؟ بأي وجه أراه؟ لا يجب أن يراني، لا يجب أن يراني. أيحرم الجيش من خالد؟ وكيف تضيع على المسلمين بطولته؟ أهذه نهاية الفتوحات العديدة؟ أهذا جزاء الجهاد الطويل؟ لا. مهلا مهلا أيها الناس، لا تجعلوا الأمر فتنة. لقد أصاب عمر وأخطأت أنا، وما كان يجمل بي أن أقع في الإسراف، بل كان أحق بهذا المال الفقراء والمحرومون. والله أسأل أن يغفر لي هذا التبذير. لا يا خالد، أنت حر في أن تتصرف في مالك الخاص. نعم. أنسيتم أن عمر بن الخطاب يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة قبل أن يحاسبنا؟ إن حكمه هذا الذي أصدره ليس معناه عقابا لخالد،
ولكنه يريد أن يقرر مبدأ يكون به أمة الإسلام، مبدأ يسير عليه كل مسلم حق، سواء كان من الحكام أو من الرعية. ولا تنسوا أن المديح يفسد الحاكم، والمال يشجع المادح على الرياء. سيدي سيدي، أدرك مولاتي. ماذا حدث؟ لقد ركبت جوادها وانطلقت في الصحراء من غير هدى. أصابك مكروه؟ خالد، لما أقدمت على هذا؟ تكلمي. عزلوك وأنا السبب. لا يا فاطمة، إنها إرادة الله ولا يد لك فيها. أنت تهون علي الأمر. ليتني مت قبل أن أسيء إليك. لا تقول ذلك، لقد كنت تطلبين دائما حياة الاستقرار والسعادة، وقد حقق الله أمنيتك. سنذهب إلى الجزيرة ونسعد معا، ونرقب عزة الإسلام بأعين قريرة راضية. ليتنا أستطيع، إنني أحس بنهايتي. لا تقول ذلك. فاطمة، لن أبتعد عنك بعد اليوم. نعم يا خالد. فاطمة، فاطمة، فاطمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سيدي متمم، تفضل. مرحبا بك، تفضل. أرجو ألا يكون حضوري قد عكر عليك صفو خلوتك. لا أبدا، أهلا بك. لقد طالت عزلتك عن الناس. اخترت هذه العزلة منذ سنوات فارتاحت لها نفسي. إذن فأنت لا تعلمين بما حدث. لمن؟ لقاتل أخي وزوجك. ألا زلت تتتبع أخباره؟ أما زال صدرك ممتلئا بالحقد عليه كل هذه السنين الطويلة؟ بالعكس، بل شرح صدري أن الدنيا قد ابتسمت له واستقر به المقام على ولاية قنسرين، ورفرفت عليه السعادة بين أحضان زوجته المحبوبة. أدام الله عليه النعمة وأسعده بزوجته. عجبا، ما الذي يجعلك تضحك هكذا؟ لأنه عزل من ولاية قنسرين ثم فجع بموت زوجته المحبوبة. متى؟ منذ سنين مضت. يا لرحمة الله. لقد انتقم الله منه.
وسوف يرى ما هو أشد وأدهى. متمم، ألم تسمع آيات الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ليت مولاي خالد يعلم عظم تضحيتك. أيجد له الآن قلبا حنونا يرعاه؟ إنه قلبك أنت يا مولاتي. نعم، وإني لأحس بهاتف بين جوانحي يدعوني أن أذهب إليه. هذا واجب وقد زالت الموانع، يجب أن تكوني بجواره. دعيني أفكر. لا داعي للتفكير، لنلحق بالقافلة التي رحلت بالأمس إلى الشام. سأجهز معدات السفر. سيد الوليد، كيف حال خالد؟ نحمد الله، تفضل. عنتر، عنتر، عنتر. لقد حضر سيدي الوليد. أخي خالد، شفاك الله وعافاك. لم أرك منذ زمن بعيد يا وليد. لقد كنت مشغولا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في تنظيم الجيش، وإني متوجه الآن على رأس سرية لتأديب بعض المعتدين على أطراف الشام. وكيف حال أمير المؤمنين؟ بخير، وقد كلفني أن أنقل إليك تحياته ودعاءه لك بالشفاء. إنه يطيل في الثناء عليك مفاخرا بك، وقال ضمن حديثه عنك: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. حياه الله، وإني لسعيد أن أسمع رضاه عني وأنا في مرضي وضعفي. وإني لأشهدك أني قد وكلته في تنفيذ وصيتي بعد موتي. لا تقل ذلك يا أخي، فأنت بخير. إننا نستمد منك القوة والعزم والتوجيه، إننا نسير على هدي خططك ومهارتك الحربية التي ستظل نورا يهتدي به الأبطال على مدى الأجيال. نعم، لقد اشتركت في 100 زحف أو يزيد، وما في جسدي موضع يخلو من ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي، وكنت أتمنى أن أموت شهيدا في المحرق. هون عليك يا خالد، فأنت ما زلت كما كنت، ستشفى بإذن الله وتكون أحسن من قبل. لا تبكي يا وليد، هلم، فإن الجيش ينتصرك، كتب الله لك التوفيق. خالد لا تضعف، كن صلبا كما كنت. نعم سأكون صلبا، وإنما نصيحتي إليك أن تهاجم عدوك قبل أن يهاجمك. اضربه في سرعة خاطفة، وإذا استطعت أن تطوقه فلا تترك لفراره منفذا، ولا يغرك النصر كما لا تضعفك الهزيمة. هيا وكن شجاعا، فاستودعك الله.
استودعك الله. سيدتي ليلى، أين خالد؟ في الداخل، تفضلي. سيدي خالد، معي زائر يود أن يراك. خالد، ماذا ترى عيني؟ مريض؟ من؟ من أنت؟ ليلى، أنسيت ليلى؟ ليلى، ما الذي أتى بك إلي؟ هل ساءك مجيء؟ ما كنت أتوقع أن أراك. أحمد الله لأني حضرت في الوقت المناسب. سأكون بجوارك خادمة لك حتى تسترد عافيتك. تبتعدين عني وأنا من كنت، وتعودين إلي الآن وأنا حطام فوق فراش المرض ملقى في زوايا النسيان. لا يا خالد، بل أنت سيف الله، خالد بن الوليد، البطل الفاتح والقائد المظفر الذي لم يهزم أبدا. نعم، لم أهزم أبدا، ولكن الذي لم تهزمه المعارك هزمه المرض. لا تيأس يا خالد، ستهزم المرض أيضا. نعم، سأهزم المرض. نعم، يجب أن أهزمه. يجب أن لا يكون مكاني هنا. يجب أن يكون مكاني هناك، هناك في ساحة الجهاد، هناك في ساحة الجهاد. أنطر، أعد قواتي. يجب أن ألحق بالوليد. مهلا يا سيدي. خالد، لا ترهق نفسك. سأحمل اللواء إلى النصر. أين سيفي؟ إلي بسيفي. ارحم نفسك يا خالد. استرح يا سيدي. لا، لا أريد أن أموت على فراشي. أريد أن أموت في ساحة القتال. سيفي، سيفي. خالد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أتسمعون النداء الحبيب؟ النداء الذي لن ينقطع أبدا. الله أكبر، هذه دعوة، إنها تناديني. مهلا أيها الجنود، إنني قادم إليكم. الله أكبر، الله أكبر. لبيك اللهم لبيك، لبيك الله.